أحسن عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة، فالبعض لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، والبعض الناس لا يستطيع أن يسجد سجودا صحيحا ولا يجد موضعا للسجود، فهل يصلوا على قدر استطاعتهم أم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة ويخف الزحام ثم يصلوا؟ وهل الله أوجب علينا أن لا نصلي إلا في المسجد الحرام؟ ما مكة ما فيها مساجد، ما عندها يعني ما في حولها فضاء وبر، لا ما نشق على أنفسنا ونقول إلا نصلي في المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الأبطح، ما بينه وبين المسجد الحرام إلا مسافة يسيرة عند المعلات، ولم يكن يذهب إلى المسجد الحرام إلا للطواف، إلا للطواف وأداء النسك. ما صلى في المسجد الحرام إلا صلاة الفجر عندما طاف للوداع عليه الصلاة والسلام وأراد السفر. الله وسع على المسلمين، هم اللي يضيقون على أنفسهم. ولا يجوز أن تصلي بالإشارة، اخرج يا أخي، اذهب للمساجد الأخرى، اذهب للمساجد الأخرى وصل فيها. نعم، لا تضيق على نفسك. الناس هم الذين شقوا على أنفسهم وظنوا أن الإنسان ما يجلس إلا في المسجد الحرام ولا يصلي إلا في المسجد الحرام، ولا ولا الحرم كله ولله الحمد كله حكم واحد، ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه الأجور كل ما كان داخل الأميال. الله وسع على المسلمين، لكن هم يضيقون على المسلمين. نعم.